الله وبركاته. أهلا وسهلا متابعين قناة الخط الساخن. اليوم عندنا حلقة جديدة، عندنا حلقة رد على أسئلة المتابعين. دائما بيرسلوا لي في الكومنتات أسئلة، فأحيانا أنا ما ألحق أرد عليها، أو أحيانا اختلاف الثقافات أو اختلاف اللكنة بتفرق معاهم إنه ما فهم عليا. فأنا أختار بعض الأسئلة اللي هي فيها شرح وأرد عليها. أهم شيء تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لايك. طيب، أول سؤال. طبعا الناس اللي تسألني على أسعار الجراوي، ترى أنا هذه يعني الكلام هذا من سنتين أيام ما كنت في مصر، الآن أنا في البرازيل مني في مصر، فمن زمان راحت. تمام، أول سؤال خليني أشوف أجيبها كلها، كل الأسئلة. ينفع أمر الهجوم؟ أمر الهجوم أنا في ممكن أعمل لكم أمر الهجوم مع أي كلب، بس ما أفضل إلا إذا أنت كنت محتاج إنه الكلب هذا يتدرب على الهجوم، لأنك أنت هتتعب معه، تبغى تنزل فيه في الشارع، تبغى تمشي وسط الناس، هتلاقي الكلب طول وقته بيهجم على أحد، كل شوية يبغى يسوي مشاكل. فهمت قصدي؟ لكن إذا كان أنت أصلا محتاجه في مزرعة يحمي حاجة كذا، أفضل لك. طيب، في ناس تسألني على البرد عند الكلاب، في حلقة اسمها البرد عند الكلاب بتسألني على اسم الدواء. هذا الدواء تروح من أي مكان يبيع مستلزمات حيوانات تقول له أعطيني الدواء، لأنه في مسميات كثيرة في كل الدول، في كل دولة مسمى شيء تاني. السلام عليكم من ربيع. السلام عليكم، في فصل البارد كم بده حمام مرة في الشهر؟ فصل البارد اللي هو فصل الشتاء اللي هم انتوا الان فيه، احنا عندنا في البرازيل الان عندنا صيف. تحمي مرة واحدة في الشهر ما يضر، مرة واحدة في الشهر كويس. في الصيف اتحميه كل اسبوع مرة افضل لك، يعني افضل حاجة انك الحمومة. طيب، ايش تاني؟ عندي كلب يقطع انابيب مياه الري للزراعة، وكل يوم ابدلها، واذا سكرت عليه في بيته ينابح طول الوقت. طيب، هذا سؤال من ناصر. هذا السؤال ترى مهم جدا. الكلب اول شيء عنده طاقة لازم يخرجها، فانت مو معقول طول اليوم انت حابسه مثلا في المزرعة، او حابسه في بوج حابسه انت في مزرعة، ولا حابسه في اي مكان، وتجي تقول انت تبغى الكلب يقعد عاقل. استحال انه الكلب يقعد عاقل وانت حابسه طول الوقت، صح ولا لا؟ لازم تخرج الكلب، لازم تمشيه، لازم تمشي معاه، فشيء طبيعي، وينابح طول الوقت لانه محتاج احد يكون معاه. فانت لازم تدرب الكلب في الاول لين يتعود على المكان. حاول قد ما تقدر انك تعطي له وقت، لانه هذا برضه روح لازم تعطي له وقت. طيب، في سؤال بيقول لي ناصر برضو، كل ساعتين اعطيه عظمه، ما بخلص طول الوقت وبضيع وقتي وبترك اشغالي. ما انا قلت لكم نفس السؤال الاول، لازم تعطي الكلب وقت، لازم يخرج معك، لازم يتحرك. حاول كده، حاول يوم تقعد ساعتين ثلاثه برا انت والكلب، تخليه يتمشى وياخذ راحته وكل حاجه، وارجع البيت شوف حينام ولا لا. عندي هاسكي عمره شهرين، احميه عادي ولا لسه صغير؟ واستعمل شامبو عادي ولا لازم شامبو مخصص للكلاب؟ شهرين الافضل انك لسه لا تحميه، الافضل انه ما يتحمى الان لين يوصل 3 شهور تبدا تحميه. ممكن تستخدم شامبو حق الكلاب، ممكن تستخدم حق الاطفال عادي، يعني ما في مشكله.
واحد اسمه بندر، يقول الهاسكي مالتي اسمه سيمبا، عمره 2 ونص، لكن لا يرضى يعمل حمام في الشارع أو خارج العمارة إلا في البيت. أوي أوي إلا جوة البيت يعني، أو مدخل عمارة. طيب أنت يا بندرولو مش عارف إيش اسمه، المهم أنت الكلب بعد ما يأكل معك خده ونزله، اقعد برا لين ما يخلص حمامه، ساعة نص ساعة ساعتين اقعد برا، بس استمر 5 أيام على الموضوع هذا، يعمل حمامه اديله مكافأته، بعد ما يعمل حمامه اديله أي حاجة حالية كده أو شيء، برافو تمام أوكي، طلعوا البيت فاهم، 5 أيام بس بالضبط وتلاقي الدنيا اتحلت معك. طيب واحد يقول عندي هاسكي أبيض نفس اللي عندك، عمره 1 سنة، تعبني عنيد، ما هو صغير ما نفع معه، ولحد الآن دفش ويعض، وسويت معه كل الطرق ما نفعت، شنو الحل؟ هو ليش الكلب قاعد يعض معك؟ ليش بيعض معك؟ بيعض معك لأنك أنت وهو صغير أول ما ابتدى يعض خليته يعض، خليته يعضني وتضحك له يعني فاهم؟ فهو تعود إنه هذا الشيء بيضحكك أو هذا الشيء أنت تنبسط منه، فصار يعض دائما، لكن لا كلبك اول مره تجيبه بس عضك عضه بسيطه، اضربه على بوزه كده، اضربه على وجهه كده، يقول له نو نو، بحيث انه بعد كده ما يكرر الموضوع هذا. يعني احنا اللي بنغلط اول شيء مع الكلب، تعال زي كوانتو انس امويتو، هذا عمره 1 سنة و8 شهور، قولي سنتا 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 سنتا، ما ادري هذا الكلب موبايل معاكم، تعال هنا تعال تعال في 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 شايف. طيب لو سمحت كيف ندربه على عدم الهجوم لوحده وعدم العض إلا بالأمر؟ قلت لكم ما حد يدرب كلبه على الهجوم أو الشراسة إلا يكون هو محتاج الشيء هذا عشان ما يندم. طيب طيب إيه تاني أسئلة؟ الناس اللي تقعد تطلب رقم جوالي على الواتس هسيب لكم اياه في الـ في الـ في الفيديو هذا. اشتريت هاسكي 4 أسابيع، عنده ايش ادي ياكل مع علم حط حليب اشتريت عنده، قال بيعملوا اسهال، ارجو معلومه ضروري يوم اشوف اكله. يعني هو دحين مشتري هاسكي عمره 4 شهور، عفوا 4 أسابيع يعني عمره شهر، عمره شهر اول شيء تحط له بيض، بيض مسلوق بقشره طبعا مع حليب، جيب له حليب نيدو، جيب له السيريلاك، اي حاجه بتمشي معاه في الاشياء اللي كانك بتاكل طفل صغير، لان انتوا بس انتوا بتصعبين ايه الموضوع. سؤال كنت عايز اسال حضرتك سؤال تاني، هو الكلب ممكن ياكل كورن فليكس بالقمح عادي؟ ممكن ياكل زبادي علشان هي بتحب الزبادي؟ طبعا ممكن كل حاجه ياكلها الكلب. طيب وهذا كده تقريبا السلام عليكم، هذا اخونا من المغرب، انا من المغرب عندي هاسكي عمره 14 شهر، 14 شهر يعني عمره 1 سنة و4 شهور، لا 1 سنة و2 شهر. المشكله اللي بلاقيها معاه يقدر اي شخص ياخذه وتروح معاه، كيف اقدر اخليه يتميز؟ الهاسكي هو هذا طبعه، ممكن يروح مع اي كلب او مع اي شخص ياخذه ويمشي، هذا طبعه، هو هذا الهاسكي كده، هو طبيعته كده، ما له حل يعني. طيب احنا كده انا حاولت اني اجيب اغلب الاسئله اللي فيها مهمه وممكن نستفيد منها، وصلنا نهايه حلقه اليوم، لا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس، وان شاء الله بكره او بعد بكره عندنا كمان حلقه ثانيه تدريب كلاب، ومع السلامه.